ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمه. وصلنا للفقره الطبيه، طبعا فقدان الوزن والالتزام بنظام غذائي معين ده، او بمعنى ادق يعني اتباع دايت، ما بتبقاش دايما فكره مستحبه لكثير من الناس، وده بسبب طبعا حاجات كتير. اولا الفتره الطويله الواحد بيتحرم منها من نوعيات يعني معينه من الاكل اللي بيحبها، واننا كمان يعني بناكل كميات قليله، الوقت الطويل اللي بيمر بينا عقبال ما بنوصل للنتيجه اللي احنا عاوزينها. طبعا الاوقات كتير ساعات بنحس انه النتيجه بتكون اقل من الوقت الطويل اللي احنا عانينا فيه علشان نوصل للجسم الكويس والنتيجه اللي احنا بنرجوها يعني. النهارده طبعا دكتور ريهام الحياوي هتتعامل معانا وهتكلمنا وهتجاوبنا على اسئله انا شخصيا عندي جزء من هذه الاسئله في السكريبت دلوقتي، فهي هتكون مشرفاني منوراني. دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه، واللي هتكلمنا عن ازاي نقضي على المشكله دي ونتعامل معاها بشكل صحي من غير حرمان من غير ما نضر صحتنا. خليني ارحب بضيفتي اللي موجوده معايا النهارده، دكتور ايهام شرفتيني ونورتي. مشرفه يعني، انا سعيده جدا جدا ومبسوطه ان انا معاكي بجد. بحب المحتوى اللي انت دايما بتقدميه، وطبعا كل سنه طيبه وكل المشاهدين يعني بألف صحه وبألف خير. يعني مناسبات الحمد لله الجميله كلها كتير، رمضان وشم النسيم والعيد طبعا كلها قنابل موقوته هنتكلم عنها النهارده بقى ان شاء الله. اكيد. طيب بصي بقى، انا دلوقتي اول حاجه اكتشفها احيانا كده الواحد يشوف احد من اصدقائه فيلاقيه هو كويس، هو ثابت، هو مش حاسس انه زايد، فيقول له ايه ده انت كويس جدا انت رائع، بس هو احساسه النفسي والشخصي هو عارف ان هو زايد وزنه. مظبوط. تمام. طيب مزبوط. احنا القصه دي بيختلط علينا فيها الامر ليه؟ هقولك ونقدر نكتشف ده ازاي. هقول لك بقى، احنا عايزين نتفق مع بعض على حاجه. انا شويه من الدكاتره اللي عيانيني الحمد لله بيشوفوني من الشخصيات المرنه، مرنه شديده معاهم بس مرنه. يعني ايه؟ انا بقتنع ان احنا عندنا شق نفسي كبير جدا. صحيح. كلنا هو ده اللي بيدفعنا لكل حاجه، ان انا اخد عندي عزيمه واراده اكمل على دايت. صحيح. ان انا لو باخد دواء او حاجه هتفيدني ان انا التزم بيها واكمل عليها، لان خلي بالك الالتزام بالاشياء بقى شيء صعب قوي في الضغوطات اللي احنا عايشينها. صحيح. نظرتي لنفسي في المرايه ده شيء مهم جدا، نظره الناس ليا شيء مهم جدا، فخلي بالك دي كلها العوامل اللي الشخص بيقرر بيها الهدف بتاعه. صحيح. انت ممكن تكوني شايفه نفسك، انا كدكتور ريهام انا شايفه نفسي جسمي كويس جدا، بس في ناس اخرين موصلين لي ايمج زوجي مثلا، بنتي، اي حد مني. في عايز اقول لك بتوصل مش الزوج بس دلوقتي مشاكل، الطفل يقول لمامته يا مامي انا عايزك تبقي رفيعه زي مامه فلان عشان لما تيجي في المدرسه. صحيح. في نعمل النشاط الفلاني يبقى شكلك كذا. صحيح. فعايزه اقول لك الحاجات والضغوطات اللي على المراه وعلى الرجال على فكره. صح. ده حقيقة. كتير، فدي بقى فيها جزء كبير. بقيت اقول لكل المرضى بتوعي او العملاء، يا جماعه اللي انت حاسه هو ده المثالي. هنتكلم في الطب دلوقتي وهنتكلم على الحسابات الطبيه طبعا. صحيح. ده لا غنى عنها. أكيد. بس انت تقفي قدام المرايه، انا دكتوره ريهام قايله لك انت التارجت بتاعك هدفك 20 كيلو. 20 كيلو دي دكتوره ريهام قررتهم بناء على ايه؟ ان احنا عندنا بقى طبيا نشوف عظيمه في سكيل. صحيح. عندنا الوزن المثالي، في حاجه اسمها مؤشر البي ام اي، ده المؤشر معادله بنحسبها. أوكي. بيطلع طولنا ووزننا بالظبط. بيطلع لنا رقم، الرقم ده لما هنعمله هيقول ان حضرتك في الجزء المثالي اللي هو من 20 ل 25 ولا من 25 ل 30 انا عندي زياده في الوزن، انا مش تخينه بس انا عندي زياده عن الوزن الطبيعي، ولا من 30 ل 35 انا ابتديت ابقى مريضه سمنه، طب من 35 ل 40 انا مريض سمنه مزمنه تؤدي الى امراض مزمنه اللي بعد الشر بتؤدي الى الوفاه، زي السكر، الضغط، الكوليسترول، الحاجات الكتير بقى اللي احنا للاسف ما بقتش مقتصره حتى على سن معين دلوقتي، بقت اعمار كتير جدا، شباب صغيرين، عندهم السكر من نوع تاني. بالظبط كده، بالظبط كده، مرحله المراهقه بالظبط كده. فبالتالي انا بحسب زي ما قلنا طولنا ووزننا ونحطه في المعادله دي. انا كدكتوره هبتدي اقول لحضرتك انت عندك زياده في الوزن، لا عندك سمنه، واقول لك هدفي انا كدكتور انت عشان تبقي في المثالي. المثالي كل حاجه رينج طبعا برضو. فاحنا عندنا المثالي، انا مثلا هقول لك المثالي بتاعك من 60 ل 65 كيلو، انت كده في الرينج المثالي. انت هتقفي بعد ما توصلي النتيجه اللي انا هنحققها، سواء ان انا هاخد حاجه مساعده من المكملات الغذائيه او همشي على نظام دايت فقط او هكتفي بالرياضه، كل شخص برضو على حسب طبيعته طبعاً. واسلوب حياته، ده شيء بيفرق معانا جدا. صح.
بعد ما هنعمل كل ده هقول لك انت الرينج بتاعك كذا، انت وصلتي لوزن ال 70 حتى مش ال 65. يا دكتور انا مبسوطه بنفسي في المرايه، شكل اللبس عليا حلو ونفسيتي حلوه، مش عايزه اكتر من كده. في حد بيوصل لل 60 يقول لي لا انا مش راضيه، انا حاسه ان انا لا لسه عندي هدف وعايزه اخس اكتر. فبالتالي زي ما قلنا احنا بنقول الاحساس النفسي والعامل النفسي ده مهم جدا جدا جدا. صدقيني النفسيه بقت في حياتنا ليها دور كبير جدا جدا، وهنتكلم بالتفصيل بقى كمان ان النفسيه يعني نقص التغذية والحاجات الغلط الكتير العادات السيئة اللي احنا بنعملها نعرفها بقى يا دكتور. ده هنتكلم يعني نوصل ازاي لوزن مثالي، ازاي انا اوصل لوزن كويس، ايه الطريقة الصحيحة بقى، يعني قولي لنا الطرق المظبوطة. نتكلم بقى في ده بالتفصيل. انا خلينا نبدأها من اول الحاجات البسيطة جدا. أيوة. اللي احنا بنشوفها بسيطة لدرجة ان احنا ما بنعملهاش، انت متخيلة ده مهمة. يعني انت دلوقتي كل الفنانين والنجوم بيطلعوا في التلفزيون يقولك سر جمالك ايه؟ بشرب مية. بغض النظر هي عامله كل حاجه في الدنيا خليتها اموره، وانا مش ضد طالما هي خلاص اموره فاهمه قصدي. صح طبعا. بس انا مع يعني ناخد الصوره كامله. صحيح. هو عامل مش قليل يعني طبعا، عامل مهم جدا. ليه بقى؟ لان الميه دي انا دايما بقول تشبيه بسيط جدا. الميه هي البنزين اللي بيمشي العربيه وبيحركها حرفيا. يعني انت 70% من جسمنا ميه يا دكتور. هو ده بقول لك. فانت تخيلي لما عربيتك لو نسيتي تحطي بنزين هتعمل فيكي ايه؟ مش هتمشي. بس للاسف دي حاجه احنا الانسان اللي صنعها اقل تعقيدا سبحان الله من الخلقه الجميله اللي ربنا عملها في جسمنا. صحيح. والميكانيزم اللي بتشتغل فيه كل خليه، مش هقول لك كل عضو، كل خليه سبحان الله. فهو العربيه بتديكي مؤشر انا يا جماعه في خطر، البنزين هيقع. صحيح. لما بتاثري فيها بتقف. صح. جسمك للاسف جسمنا ما بيقفش، جسمنا بيقعد يحصل فيه خلل والتاني والتالت ويترتب مشاكل لحد ما لا قدر الله تحصل مشكله يعني كبيره. يعني في مشاكل قصيره بتبان قريب، في مشاكل بتبان ب 10 سنين و20 سنه، خلل في الكلى، مشاكل في الكبد، مشاكل اللي ثلاث ارباع الناس دلوقتي بتجي لي العياده تقولها لي يا دكتوره انت اكيد كلمه بتسمعيها من اي حد عندك في البيت وقرايبك ولادك، انا ما بقتش بحرق. يا تلاقي شاب 25 سنه يعني سن الازدهار في الحرق. يا صحيح. جماعه ده احنا ما كنا 25 سنه. صحيح. كنا بنحرق اي حاجه الهواء يعني فاهمه. فانت دلوقتي حد جسمك في احسن وقت حرق. طب ليه بشايفه ان انت ما عندكيش حرق؟ عشان حاجه بسيطه جدا تخيلي، وهي عدم شرب الميه اللي هي بتوصل كل حاجه لمكانها المظبوط في الخليه، وبتخلي الخليه اللي هي دورها الاساسي تحرق الدهون الزايده وتخزن فيتامينات ومعادن ما تشتغلش. فوقفتي تمام. دور كبير جدا انت مش مدركه. هي العربيه وقفت فعلا بس انت مش شايفه اللي حصل. طب هسال هنا بقى حاجه يا دكتور مهمه. معلش دلوقتي في ناس عندها شهيه احيانا بتبقى مش عارفه تحجمها. تمام. وبتبقى ضعيفه قدام الاكل. وخلينا نحترم ده طبعا. وفي ناس تانية بتبقى عايزه تساعد عامل مساعد ليها. انا دايما اسمع عن حاجه ومش عارفه ده الصح بتاع حضرتك اللي هتقول لنا. المنتجات اللي هي بتبقى بعض الحاجات اللي هي بتبقى اكياس بتدوب في الميه. تمام. وبس بتملى بتدي نسبه كده ملء للمعده بشكل معين. تمام. عايزه اعرف الحاجات دي امنه وكويسه للاستخدام، ان احنا ممكن نحجم شويه من الشهيه بشكل معين عشان تساعدني في رتم الحياه، ان انا برجع اخر اليوم اكل وجبه واحده وده غلط. طبعا. طيب ده حقيقي كويس؟ يعني افكتيف يعني فعال مع بعض الناس؟ وايه طبعًا. ايه بقى الاضرار بتاعته وايه مميزاته؟ هنتكلم عن ده بقى بالتفصيل وبمنتهى الشفافيه والامان. دلوقتي انا هتكلم النهارده عن منتج بيستا. اوكي. المنتج ده ايه اللي بيميزه ويخليه امن لبنتي ولبنتك ولوالدك ولوالدتك ولكل الاعمار السنيه والناس الكبار حتى اللي عندهم مشاكل وامراض مزمنه؟ ايفن لو طفل مريض سكر مولود بالنوع الاول من السكر. ليه يا دكتور؟ حتى الحوامل والمرضعات كل الرينج ده المنتج ده آمن ليهم. ليه يعني انت ضمناه قوي كده ازاي؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا. انا طول ما باخد حاجه طبيعيه 100% قائمه على الالياف، يعني احنا دلوقتي كل دكاتره التغذيه والشيفات زي حضرتك كل الناس الجميله دي اللي بتطلع على التلفزيون بتوصل رسائل مفيده للمشاهد. كلنا بنقول الشوفان، الفريك، البليلة. طب ليه طول النهار ننصح بيهم في أسلوب الحياة الصحي والدايت؟ بس للأسف بنعمل غلطة بسيطة جدا، إن احنا مجرد ما حد فينا بيقول إن الحاجة دي مفيدة المستمع بيفتكر ان هي مفيده فانا اكل منها كميه كبيره. طب ما هي فيها سعرات حراريه. حضرتك خدت طبق شوفان فاكر ان هو صحي، بيخسس، ودي معلومه خاطئه. ما فيش اكل بيخسس. فانت خدت 500 سعر حراري، وده رقم مهول ممكن يكون نص احتياجك اليومي من الشوفان. طب يا دكتور اديني حاجه تديني فايده الشوفان وهي الالياف الطبيعيه. احنا معانا حاج نزل لنا دلوقتي الفيديو بتاع بيستا. ايوه بيستا ده بقى عرفينا بيه يا دكتور. انا بجد المنتجات دي انا يعني ايه سمعت عن حاجات كويسه
بس متخوفه منها وانا شايفاها حاجات طبيعيه، بس قولي لنا ايه العيوب والاضرار؟ انا عايزه دلوقتي حاجه تعرفينا. انا دلوقتي الصوره ظاهره قدامنا على الشاشه، ده اكياس. فيها ايه بقى؟ ده دي العلبه فيها اكياس. احنا المفروض بنعمل ايه؟ وده اللي انا كنت لسه بتكلمه دلوقتي. الالياف الكيس ده يحتوي على قوه ثلاثيه من الالياف. قوه ثلاثيه من الالياف اللي هي ايه يا دكتور؟ السيلينيوم، سوري السيليوم، الشوفان، ردة القمح. يبقى انا خدت فايدة الاكل اللي احنا بنقول للناس عليه ان هو مفيد عشان بيملى. وده طبعا بنسب، النسب المظبوطة. طبعا بنسب المظبوطة، وهي حاجات مش بس نسب مظبوطة يا شيف، هي طبيعية 100%. يعني أوكي. خلاصة اللي انت تاخديه في الاكل بس بدون سعرات، لان هو انا استخدمه بالنسبة لي لفقدان الوزن. يبقى انا اديتك فايدة اللي الدكاترة والشيفات بيقولوا لكم كلوه عشان مفيد عشان بيملى البطن. طب برضو يا دكتور التلات عناصر دول اللي هم طبيعيين 100% وقوة ثلاثية وآمنين زي ما أنا لسه بقول لكل الأعمار ولكل المشاكل الصحية، دورهم ايه؟ هيحلوا المشكله اللي انت لسه بتقولي لي عليها ازاي للناس، واللي على فكره واللي عندهم اوزان كتير عايزين ينزلوها. وخلي بالك حتى انا وانت كلنا بيجي لنا اضطرابات هرمونيه، اضطرابات مزاجيه، تقلب فصول، مشاكل في النوم. صحيح. وارد عند اي حد فينا يحصل عنده مشكله بسيطه جدا جدا انه شهيته مش قادر يعمل عليها كنترول. صحيح. طيب هل نسيب نفسنا؟ لا طبعا. هل انت تسيبي نفسك؟ هل انا اسيب نفسي؟ لا. فرقنا عن اي حد تاني ان هو بيسيب نفسه لغايه لما المشكله تحصل ويبتدي يدور على الحلول. يا جماعه دلوقتي اي حد بيعاني من مشكله في ان هو يعمل سيطره على الشهيه، انا طول الوقت فيها. دكتوره حاسه ان انا جعانه، انا ما بشبعش، انا باجي بالليل، انا بروح البيت باكل الوجبه الرئيسيه اللي هي الغداء او العشاء، بسهر بالليل شويه قدام التلفزيون، هو الوقت اللطيف اللي في اليوم، هو ده اللي باكل فيه كل حاجه، بقعد قدام التلاجه. طيب حلنا ايه؟ ما نستناش يا جماعه، ما نستناش حتى ننزل نروح لدكتور الدايت ولا نبذل المجهود اللي هو صعب ده كمان. انا هاخد من 2 لـ3 كيس ساشت من اللي موجود في العلبه على مدار اليوم، على مدار يعني اليوم. مثلا بعد الفطار، بعد الغداء، بعد العشاء، قبل كل وجبه. عشان دي بقى هتعمل ايه؟ ده هيعمل 3 حاجات. هيعمل تنظيم لعملية الهضم. نمرة 2، مادة مالئة هتنفش في معدتنا وهتضطرينا نشرب مية. بالظبط كده، لان انت اصلا هتاخديه هتدوبيه اساسا في كوباية مية. مثلا 150 ملي او 200 ملي سواء لبن او مية او عصير، ودي ميزة تانية. حلو ده. مش بس كده بقى، خصوصا احنا بنتكلم على الاطفال وكبار السن، وطعمه مستصاغي يا دكتور. ده اللي بقى طعمه تفاح رائع جدا. الله. بدون الوان صناعية ولا مكسبات لون. ده مهم. فانت بتتكلمي عن حاجة طبيعية ما فيهاش اي اضرار، بتملى بطنك، بتنظم الهضم للناس اللي عندها امساك اسهال. خلي بالك الفوائد. الالياف دي في ناس ما بتاكلهاش، حرام، بتتاذي. بالظبط. طب دكتور سؤال، معلش انا افرق طبعا ازاي بين المنتج الكويس والمنتج اللي مش كويس؟ حاجه بسيطه جدا، ريفرنس لينا كلنا. انا كدكتور ريهام، انا مش هخش في انا بقرا العلبه اللي مكتوبه بره، لكن مش هدخل في المكونات جوه. الريفرنس اللي لينا كلنا هو تصريح وزاره الصحه. أوكي. واعتقد هيظهر دلوقتي على الشاشه. يعني احنا خلاص نتعامل مع المتواجد في الصيدليات بقى يا فندم. اي حاجه في الدنيا احنا بنروح نجيبها من الصيدليه او حتى هنطلبها، وبيستا تقدروا تطلبوه من الارقام اللي هتظهر على الشاشه. أوكي. لي أرقام؟ والتواصل مع الفريق. بالظبط كده. تمام. التواصل مع الفريق والارقام اللي ظاهره على الشاشه نقدر نطلب المنتج، وفي خط ساخن. ومش بس كده، بنتابع. يعني انا دايما بقول كمان انه مش بس احنا بنخس بطريقه صحيه وامنه، بنحقق تصريح. بالظبط كده. طب والله ميرسي لحضرتك. لا ده ضروري جدا صدقيني. شكراً. لان احنا دلوقتي بنعاني من لا احنا خلاص حاجات كتير جدا في السوق. فانا كطبيبه، انا مش هقول لك انا كام، مش هقول لك انا طبعاً. كاي ست ربه منزل قاعده بتتفرج علينا دلوقتي، عايزه تدي لولادها. طبعا ولادك اغلى حاجه عندك. طب وانا انا نفسي بالظبط، انت عايزه تخسي. انا متخوفه يا دكتور، يعني ساعات اقول ايه، الواحد بيبقى نفسه ياخد حاجه تساعد. عارفه انا ساعات امنع كل حاجه تيجي البيت عشان بالزبط ما يبقاش موجود، فما اضطرش اكل. بالظبط، دي حقيقه. فاحنا لازم، حتى لو انت عملتي ده، وعلى فكره انا بحترم جدا اللي بيعمل كده، وصدقيني بقول لكل الامهات برضو اللي بيجوا لي يشتكوا من ولادهم ويعني يحسسوني ان الطفل ده عامل جريمه، ولا انت الكبيره مش قادره تسيطري على شهيتك. أوكي. انت الكبيره مش قادره تسيطري على داخل ايه بقك وخارج. فلما تيجي تقولي على طفل، لا انت الام، انت المسؤوله. ان زي ما انت بتقولي بجيب ايه في بيتي، بحط ايه في ثلاجتي، اختياراتي من الاكل ايه، ده دورك انت كأم، ده الدور الاول. طب نمشي عليه قد ايه يا دكتور بقى؟ بيستا ده يعني لو هو كده حاجه جميله امنه زي ما قلنا. احنا دلوقتي انت سالتيني كل حاجه وانا رديت عليكي نقطه نقطه. احنا عندنا ترخيص ان دي حاجه امنه من وزاره الصحه المصريه. دي اول خطوه احنا عملناها. انا كطبيبه اقدر اقول لحضرتك ان ده منتج كل المكونات اللي مكتوبه قدامي على العلبه هي الياف طبيعيه 100%. مش بس كده،
انت دايما بتعاني من ايه؟ واي حد بيروح لدايت وبيخس كيلو واثنين وثلاثه، الشكاوى المعروفه وش يا دكتوره؟ شعر يا دكتوره؟ شعر ضوافري؟ انا بعاني لا بيأثر اللي بيخس بيحصل له مشاكل في الحاجات دي. انا تعبانه مرهقه. انا صحيح عامله دايت وفرحانه بنفسي عشان ابتديت احلو والبس مقاسات اصغر، ودي حاجه بتفرح اي ست او اي راجل. بس بشرتها بتبقى شحبه شويه بالظبط كده، تعبانه مكدره، مش قادره اقعد اذاكر مع الولاد، مش قادره اودي تمارين، ما عنديش طاقه. دي شكوى الدايت. نحل ده بقى بايه؟ يعني مكملات بقى غذائيه ولا ايه؟ عندنا حلين. انا هنا جايه بحلين. بيستا اولا نمبر 1 في القوه الثلاثيه بتاعته اللي احنا لسه بنتكلم عليها، يحتوي على اعلى تركيز من ماده الكروميوم، وهنتكلم عن فائدتها 500 ملي جرام. أوكي. ومن فيتامين سي 30 ملي جرام، ودي كلها حاجات قويه جدا. نيجي للفاكتور الثالث اللي انا بشوفه سحر بقى فعلا، ال كارنيتين 50 ملي جرام. طب ايه يا دكتور فايده ان انت مليتي لي بطني، قللتي لي الشعور بالجوع، حسستيني بالشبع من اقل اكل ممكن؟ فكل الناس اللي عندها شهيه مفتوحه ما شاء الله، يعني مش هنقول بقى ربنا يزيد ويبارك، لا احنا عايزينها تقل شويه. تقل صح. فهنقلل ده بان انا هاخد الياف مالئه طبيعيه. مليت لي بطني ده خلاص عنصر. اوكي. صلحتي لي يا دكتوره مشاكل الخسيه والتعب وتنظيم الاكل بالدايت او باللي انا واخده المكمل، فاوريدي اكلي قل عشان انا شهيتي قلت للنص او للربع، بان انا اديت لحضرتك مجموعه فيتامينات ومعادن قويه جدا، اعلى تركيزات في السوق. عملت ايه بقى؟ تمام. الكروميوم عمل الحل السحري، وهو تقليل امتصاص النشويات. لسه هنتكلم بقى عن المالتي انا عايزه اسالك حاجه. حضرتك بتقولي في نسبه فيتامينز. طب انا ده يتعارض لو انا اخذت معايا مكمل غذائي اللي انا باخده كل يوم عادي في حياتي الطبيعيه؟ لا ما يتعارضش. بس انا بقى كمان مش بس عملت لك كده، انا عملت باكج من شركه بايو ناتشرال، وفرت لك باكج. ودي علشان احنا في فتره، طبعا انت عارفه رمضان، كل سنه وانت طيبه، وعيد وصيف، الناس كلها فجاه بتفوق لنفسها بعد الشتاء، ولابسين البلطوهات الثقيله ومداريين كل المشاكل اللي بتحصل. فاحنا عايزين نحل مشكلتنا كامله متكامله. مش عايزه حضرتك تسالي سؤال وتبقي مش لاقي اجابه. اللي هو ايه السؤال اللي سالتيه دلوقتي؟ زي اي حد بيتفرج علينا هيبقى بيساله، انا خدت ده يا دكتور، طيب انا هاخد معايا المكمل عادي ده هيبقى كافي ولا ده ناقص؟ انا اديتك الحلين مع بعض في باكج واحده وبسعر اقتصادي. يعني انا اديتك الحل بكل التوابع ده وده مع بعض بالظبط كده، وده من خلال الارقام اللي موجوده برده، نفس الارقام اللي ظاهره على الشاشه. هنقدر نطلب منها الخط الساخن، نطلب العرض كامل، وهو عرض فقدان الوزن من 8 ل 12 كيلو شهريا، طبعا مع الالتزام بالمتابعه مع الدكاتره عندنا على الخط الساخن ده. أوكي. هنقدر نطلب حاجتين، العرض فيه الحاجتين اللي هو المالتي فيت الفيتامينز اللي فيه 13 عنصر من الفيتامين. قلب مالتي فيت بالظبط كده، ده مناسب لكل الاعمار حرفيا. بس انا بفضل دايما انا كدكتور ريهام من اول سن 13 سنه هيكون افضل ان انا اقدر امد بيه الـ 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 الاشخاص اللي عندهم اي مشاكل مزمنه او ما عندهمش اي مشاكل صحيه. بالظبط كده، يتعاملوا برضه يا دكتور حتى الحوامل والمرضعات. بالظبط كده مظبوط. طب دي حاجه بس جميلة. انا دايما يعني من موقعي هذا كطبيبه بتاكد ان برضو باستشاره طبيبهم برضو بالظبط، علشان مش عشان حاجه، مش عشان اي حاجه غير ممكن إن أنا تحتاج نسبه اكتر، ممكن تحتاج ممكن نسبه حضرتك احتياجك يكون صحيح. عندك مشكله، كل شخص ليه طبيعه، فانا أكيد. في مرحله كريتيكال حساسه مفيش اغلى من ان انا في طفل بينمو جوايا او طفل انا اللي بديله الغذاء بتاعه، فلازم اكون دقيقه شويه في ان انا بوصل لنفسي الغذاء الكامل عشان اوصله للطفل ده. لكن هو مناسب، مناسب جدا جدا جدا، بس بنصح مع استشاره الطبيب في حته الجرعات دي بالذات. الجرعات طبعا بالزبط. كل انسان له حالته الخاصه بيه بالظبط. لكن يعني جميع المرضى الامراض المزمنه، سكر، ضغط، كوليسترول، نقص في اي حاجه، انا بقول لك خديه على طول من غير اي تفكير. نتواصل على الارقام اللي بتظهر على الشاشه نقدر نطلبه. دي الفيتامينز اللي موجوده في القلب مالتي. بصي بقى موجود زي ما ظاهر كده على الشاشه فيتامين سي، كميات محترمه ومظبوطه على حسب احتياجنا اليومي من الحاجات دي. من فيتامين سي، فيتامين اي، البي كومبلكس، وهي مجموعه كبيره من دي فيتامين بي. فيتامين دي ده يا جماعه هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. الفوليك اسيد اللي طبعا الحوامل، الناس بقى احنا بنتكلم على الحوامل، احنا ما بناخدوش تقريبا بعد فتره الاول الحمل خالص. البايوتين اللي طبعا بلا شك اي سيده واي بنوته هتتفرج علينا دلوقتي هتبقى ضوافرها بقى وشعرها ضوافرها، وده الحل السحري ان احنا بنوصفه لوحده كدواء لوحده، فهو الحمد لله موجود هنا. والكالسيوم كمان بالظبط كده، والكالسيوم للعظام، الزنك، الكوبر، النحاس. خلي بالكم كل الحاجات دي، كل الحاجات دي يا جماعه احنا بنحتاجها قوي قوي. بتبقي قاعده يشوف انت عندك اعراض نقص كل عنصر من العناصر دي بقوه ومش عارفه يعني تعملي ايه. يعني انت انا يعني عايزه اقول لك ان الزنك، ان
انت قلتي حد زنك وناخده ازاي دكتوره؟ يعني انا في فيتامين اروح ما ينفعش سبحان الله يتاخد لوحده الا لو عنده لا قدر الله مشكله خاصه بالزنك. تخيلي الزنك ده قد ايه انت ممكن تكوني بتعاني من مشاكل نقص الزنك وانت مش حاسه. مش حاسه مشاكل الضوافر، النقطه البيضاء اللي ثلاث ارباع البنات اللي سنهم صغير بيقول لي يا دكتوره انا عندي نقط بيضاء على ضوافري، تكسير الضوافر، سقوط الشعر، حاله الهذيان والتعب اللي انت مش قادره، وشك بيل، اللي انت عندك فقر دم او انيميا، كل الحاجات دي للاسف الزنك ليه دور مباشر جدا. اوجاع العظام كل ده مرتبط بنقص الزنك، اللي زي ما انت لسه بتقولي محدش هيروح يقول انا عايز اخد زنك لوحده، احنا حاطينه في قول لنا بقى تاني المجموعه معلش. احنا دلوقتي الباكج او اللي معموله بايو ناتشرال عاملينها كمنتجات مصرحه من وزاره الصحه وهيئه سلامه الغذاء، عشان مالتي فيتامين برضو ترخيصه يا ريت لو يظهر على الشاشه، مصرح من هيئه سلامه الغذاء. دي كلها منتجات معموله امنه طبيعيه 100%، هتمدنا مجموعه احتياجات احنا كلنا تقريبا محتاجينها، فقدان الوزن، نوصل للوزن المثالي عشان سلامه عضلاتنا مفاصلنا، الجهد والتعب ومشكله في التنفس، الناس اللي بتعاني من هي مش عارفه تخلف نتيجه ان عندها سمنه وتكيسات على المبايض، عندنا شكاوى كتير جدا 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 نتيجه السمنه، هنحلها، هناخد فيتاميناتنا كامله متكامله، نحل اي اعراض جانبيه نقص الفيتامينات. يبقى انا كده اديت لحضرتك ولمشاهدينا حل سحري ولكن هو طبيعي وامن 100%، عشان ما بعد رمضان وبعد العيد والكحك كل سنه والله دي حاجه جميله. هجرب يا دكتور على فكره ان شاء الله، وهقول لحضراتكم الحقيقه على الواقع على ارض مطبخي ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك جدا دكتور ايهام الحياوي، نورتيني وشرفتيني، ميرسي على ردك على اسئله وعلى تنوير كده الاضاءه على بعض النقط المهمه في حياتنا اللي احنا بنغفل عنها. واشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه لينا في حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب نكون افادنا حضراتكم في الفقره الطبيه مع دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه. شكرا جزيلا واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.